سؤالك يا محمد. اقول لك محمد احمد. ها ايه نعم محمد احمد تفضل. هذا سؤالك يا محمد. طيب سؤالي انا عندي مرض السرطان، تعرف كيف؟ عافاك الله. عندي كيس المفارغه في جنبي ويعطوني كيماوي، فكيف بالله كيف اعامل المفارغه هذا اللي في جنبي مثلا قصره حقت البراز؟ كيف ايش؟ كيف يطلع البراز بجنبي عندي المفاغره؟ ايه يسمونها المفاغره. طيب وعندي شو اسمه مرض السرطان. نعم. يقولون في هذا شفاك ولي مده حوالي 6 شهور، ودالحين ابغى اعرف كيف اصلي وكيف اتوضا وكيف كذا، وعلم ان الكيس دائم ما يوقف مثلا ولا كذا، وانا بالصلاه وانا في الجمعه وانا في كذا. طيب وبعدين عندي كيماوي استعمله ما قدرت اذهب الى المسجد، هل جائز اصلي في البيت او في البيت وكذا؟ طيب عافاك الله. سم عافاك الله يا محمد وما ترى لك كل خير. الاخ محمد شفاه الله يقول انه مصاب بمرض السرطان، يسال عن كيفيه الصلاه وكيفيه ايضا الوضوء، وهل يقول وهل لي ان اصلي في البيت اذا تعذر الصلاه؟ يتوضا. نعم. يتوضا ويصلي، الحمد لله يتوضا ويصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. واما الصلاه في البيت اذا انه لا يقدر على الصلاه في المسجد او يحصل منه اذى للمصلين في المسجد فيصلي في البيت والحمد لله. نعم.